صغار وننشد بطابور المدرسة بلاد العربي أوطاني، يوم كان نفطنا من العراق ولبسنا من الشام وحلمنا العربي يلف الخريطة من نواكشط لجسر الشغور. يوم كبرنا قديش تكسر هالشعور وعرفنا أن لعبة الكراسي أقوى بكثير من أصواتنا بطابور المدرسة، وأن العصفور المار بين الشام وبغداد صار ينسأل ألف مرة عن طائفته وعن تصريح المرور. كبرنا والعواصم اللي كتبناها بالدفاتر ظلت خطوط رصاص على ورق، فصار الحد يباعدنا وصار الدين يفرقنا ولسان الضاد يقسمنا بين موسكو وطهران. كبرنا والنشيد اللي كان يعبي ساحات المدارس وكتب القراءة صار نشيد يعبي السجون وخيم اللجوء. يا ترى وين صارت عروبتنا بالوقت اللي بتفاخر فيه واحدنا انه طلع 300 منسف بعرس ابنه راحت كلها على حاويات الزبالة وعلى بعد 250 كيلومتر من عمان بالزبداني الناس قاعدة بتموت من الجوع. يا ترى وين صارت عروبتنا بالوقت اللي بتفيض فيه فنادقنا وصالات أفراحنا ومؤتمراتنا مئات الأصناف من الأكل الشرقي والغربي والصيني كله وين على المكبات، وأهالي مضايا ما خلوا لا عشب ولا ورق ولا شجر ولا حيوان بيمشي على أربعة اللي أكلوه. يا ترى وين صارت عروبتنا وإحنا ننزل صور طبخاتنا وأكلاتنا وطناجرنا وموائدنا اللي أطول من طاولة اجتماعات الدول العربية، وعلى بعد 250 كيلومتر في عجوز تحلف يمين إنه صار له 5 أشهر ما شافت الخبز. إحنا ما بنقولكم جوعوا ولا تتضامنوا، إحنا بنقولكم بس حسوا بإخوان إن يوم الأيام كنا ضيوف عندهم نتغنى مصايفهم ومضايفهم وكرمهم. أعطوني فطور أو غدا أو عشاء ما بيكون عليه 13 صحن مشكل، أعطوني فطور أو غدا أو عشاء بتخلص صحونه وبتقوم الناس مش شبعانة، والله اللي بنكب أضعاف أضعاف اللي بيتاكل. أخواتنا بقولوا شو بدنا نطبخ، ما فيش شي بالدار والثلاجة وخزاني المطبخ مليانة، والشاب المدلل بيقوم زعلان لأنه 20 صحن اللي قدامه ولا واحد منهن على مزاجه. ختياريتنا الله يرحمهم كانوا يقولوا النعمة مثل النعامة الرفستها بترفسك. خلينا نتواضع للنعم شوي ونوفر باللي أعطانا إياه الله شوي، ما حدا بدري بكرة شو مخبي، إحنا بألف ألف خير. وإذا مش مصدقين مروا تالي الليلة جنب حاويات عمان الغربية وتشوف القط أكبر من الخروف من خير الحاويات اللي فيها. ما بدني اياكم تجوعوا ولا تتضامنوا ولا تجربوا تعيشوا يومين على المي والملح زيهم، بدني اياكم بس تشكروا الله على النعمة اللي احنا فيها، واللي بيدفعوا 500 ليرة لمراكز التخسيس كل شهر عشان ينقص 2 كيلو من الكرش. تذكر ان اخوانك بالزبداني باعوا سياراتهم مشان 5 كيلو حليب. يا الله شو هالعالم مجنون وغريب، ناس بتدفع ثروتها عشان تخفف وزنها وناس بتدفع ثروتها عشان تسد لقمتها. يا رب الوفق. بالقرن 21 جيوش وفصائل بتحاصر أطفال وعجائز ما في بيدهم سلاح إلا الجوع والدموع. بالقرن 21 بيصير انتصار العربي على العربي مقاومة، وتجويع العربي للعربي شجاعة، وتركيع العربي للعربي بطولة وبراعة. يا مقاوم يا بطل، مضايا والزبداني مش تل أبيب وكريات أربع، والله عرب، هذول عرب مثلك عرب. يا مقاوم يا بطل، الأطفال اللي بتموت والله أطفال من دم ولحم مش لعب. يا مقاوم يا بطل، الأجساد المرمية والهياكل العظمية هذول إخوانك وأهلك مش هياكل من خشب. مين بتحاصر يا مقاوم يا بطل؟ بعجوز منسية بغرفتها اللي تفقدها حدا من الجيران أكلت، وإن ما تفقدها ظلت بجوحة. مين بتحاصر يا مقاوم يا بطل؟ بأرملة وحيدة كل ما ضاقت فيها وحدتها شربت من دموعها. مين بتحاصر يا مقاوم يا بطل؟ بأبوك اللي الشيب غزا لحيته وما ظل بده من الدنيا إلا يموت بكرامة. مين بتحاصر يا مقاوم يا بطل؟ باللي رشوك بيوم الأيام بالورد والحنة والهزامة، صوت رصاص مش أصدق من صوت الناس، نزل باروتك وشيل عن راسك خوذتك واسمع عند الغروب صوت بك الأولاد. يا مقاوم يا بطل، ابنك بستناك آخر النهار آخر الأسبوع آخر الشهر، بحضنك وبتحضنه بشم ريحتك بشم ريحته. أولاد الزبداني ومضايا ما في أب يحضنوه، ما في آخر شهر يستنوه. أولاد مضايا والزبداني أبوهم جوع، فرحهم دموع وحزنهم دموع. يا أهالي الزبداني يا أهالي مضايا، خجلان أقول لكم أصبروا وخجلان أقول لكم سامحونا والنزف والجوع من كرامتكم أنتم. إحنا العرب، إحنا نصل الخنجر وإحنا اللي ضرب،
لا تسامحنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.